أصدقائنا شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير صحة وعافية يا ربي. واليوم رجعنا لكم بفيديو جديد. وشو اللي يسلم على المتابعين؟ السلام عليكم أصدقائنا متابعينا الحلوين الغالين علينا، تحياتنا لكم أينما تكونون. واليوم جينا هنا ألعاب مغلقة اليوم بالنجوري. جوري وورد عاجبهم فخذينا. تعي وردة، تعال تعي جوري. وين هاي وردة؟ وهاي جوري الحلوة. واليوم جينا نونسهم، اليوم عندنا فراي. ها نور كيف على فراي نور؟ ايش قد حلو اعطونا اياها جمعة وسبت وحاليا ثلاث ايام. تعالوا ويانا جوا ونشوف شكو موجود. شلون حلوة جوري تحبها. بالطرام بالقميزات عاجبها. ايه حلوة؟ الألعاب هاي أصدقائي كلش حلوة، مكانها حلو وواسع وبيها قاعدة حلوة وبيها ملعب فوق. طبعا والله تونسنا هاني. وجوري وورد. ناخذ هاي هنا من الكرسي. تعال جوري وصعدون على الدرج. يلا جوري يلا اكل. شوفوا هاي طريقتهم. يلا خليها هناك من ناكل. لا روح لي غاد عم تزحلقي. يلا متابعين سلم علينا وقال انا شايفكم على اليوتيوب. وهنا خلينا نشربكم يمنا عند مطعم عراقي، مطعم وين؟ وهذا الكارت مالته، مطعم السلطان في فرانكفورت مشويات ابو شمس. وهذا العنوان مالته، حابين ان شاء الله شوي قربوا بالشاشه يقولوا الصوره. وهذا العنوان مالته طبعا. وان شاء الله راح نروح ونجرب الاكل العراقي همين مالته. كان عندي كباب 100 100 ان شاء الله نروح له. ان شاء الله حابين عليكم ان شاء الله نكونكم عايشين مقاطعه ميسي همينه ما بيها شيء. مطعم عراقي راح يزيد مطاعم اللي قريبين هنا من الفرنكفورت يعني بعد هم بكره. ان شاء الله. يا تجوري حتزحلق من زحلقك. يا جوري حبيبتي. يلا جوري. حلوة. جوري تطعي. يلا جوري. بها اشكال هواية. هاي هنا سياراتهم كلش حلوة. هاي
تقولي ديسي عليهم اوبا عاجبها كبرها كبيرة ونفسها حلوة الجار ياخذون راحتهم بيها وين يجوني وارد شوف هاي الناس قد حلوة يلا عينهم جمولي اصدقائنا مثل ما شفتوا احنا البوكا بس ما صورنا لكم لان اشترينا ساحب لان الساحب حكي بيناتنا الساحبه صارت علي قصه عنتر من جبت المطبخ الحد هاي الحد هذا اليوم يمكن اربع مرات المره الرابعه اشتري ساحبه اه عيني يلا اليوم يلا لقينا الساحبه حتى قلت له منصف لان ماكو اشكال قلت لي صور والمطبخ قلت له لا صورين خلينا نشتري الساحبه يا اخو لو تدرون الموظف راح يجيب لنا ساحبه تاخر راح نتاخر الموظف ربع ساعه قالت لهم جمال هاي وينه قلت له يمكن انه والله
ماكو ساعة من تجي نشتريها بس من تجي شنو الموضوع ما دحرم من تجي قلت له لا من ترزين يلا هسه شو نقول لهم جمهوري؟ ان شاء الله الفيديو مالتنا عجبكم، لا تنسون الاشتراك باللايك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد. واللي ما شايفنا اول مرة يعطينا اللايك والاشتراك بالقناة على مود يوصلكم كل شيء جديد من عندنا. تحياتنا لكم. نعم اينما تكونون وباي باي.